صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية بحد أدنى 65% للعام الحالي والعام الماضي، وكذا الطلبة والطالبات من الحاصلين على ليسانس الحقوق بحد أدنى تقدير مقبول والحاصلين على بكالوريوس تربية رياضية بحد أدنى تقدير مقبول. كما أعلن مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الأكاديمية للإعلان عن ضوابط ومعايير القبول بكلية الشرطة عن قبول دفعة من طلبة الجامعات في التخصصات التي تمثل احتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد، كما أعلن عن مواعيد التقدم لكل فئة. أولاً، الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، الشهادة الثانوية من الخارج، الدبلومات الأجنبية، مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام السابق 2022. ثانياً، الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، بكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام السابق 2022. ثالثاً، الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس ليسانس ماجستير دكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياجاً لقطاعات الوزارة للعام السابق 2022، وبالنسبة للطب البشري للعامين السابقين 2021 و2022 تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023 ولمدة 24 يوماً. الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، الشهادة الثانوية من الخارج، الدبلومات الأجنبية، مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لهذا العام 2023 وطلبة الدور الثاني. تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023 حتى يوم الخميس 31/8/2023 ولمدة 31 يوم. خامساً، الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس ليسانس ماجستير دكتوراه التخصصات التي تمثل احتياجاً لقطاعات الوزارة وشهادات الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، بكالوريوس التربية الرياضية إناث لهذا العام 2023 تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 1/8/2023 وحتى يوم الخميس 14/9/2023 ولمدة 45 يوماً. التقديم لكل المؤهلات والإعلان عن مواعيد الاختبارات ونتائجها سيكون عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، والذي يتضمن أيضاً كافة ضوابط ومعايير القبول والمؤهلات المطلوبة. كما تم الإعلان عن تقديم حزمة من التيسيرات للمتقدمين للاختبارات بأكاديمية الشرطة منذ لحظة بدء الاختبارات المعلن عنها حتى الإعلان عن النتائج النهائية. إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيراً على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة. إعداد عدة منافذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية وبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق والتصوير الفوتوغرافي الفوري واستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين، تشكيل لجنتين للاستعلام على بوابتي الأكاديمية الرئيسية ورقم 5 للرد على استفسارات المترددين، إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير على الطلاب والرد على استفساراتهم، توفير خطي تليفون مباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق. ويتمتع الطلاب من الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بمزايا متنوعة يأتي في مقدمتها مكافأة طوال فترة دراستهم توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصلين عليها. كما يحصل الخريج على كافة المزايا الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية المقررة لضباط الشرطة. يخضع المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة من كافة المؤهلات لاختبارات ثقافية ورياضية وبدنية وصحية، ويمثل اجتيازها نجاحاً في الالتحاق بهذا الصرح الأمني المتميز والدراسة فيه وفق برامج تعليمية وتدريبية متطورة تؤهلهم لحمل مشعل أمن وأمان هذا الوطن.